أهلا وسهلا بكم طلاب الأحباب، طلاب الصف الرابع الابتدائي. معاكم مستر محمد فوزي من قناة محمد فوزي للعلوم والتكنولوجيا. النهاردة إن شاء الله حبايبي الطلاب هناخد مع بعض ليسون 1 من يونت 1 بإذن الله في منهج اللغة الإنجليزية الترم الثاني 2022. هنحل مع بعض التمارين الخاصة بليسون 1، هنعرف مع بعض ننطق الكلمات بالشكل الصحيح، تمام؟ لما يعجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك، اوكي، وتشيره مع اصدقائك عشان كل الطلاب يستفيدوا والقناة تكبر بيكم باذن الله حبايب الطلاب، ونستمر معاكم السنين الجاية. نبدأ مع بعض كده على بركة الله. 3 سيتي، وليها نطق تاني سيتي سيتي. بيلدينج building building يعني مبنى. building village village قرية قرية يعني village. okay forest 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 غابة forest. صحراء desert desert desert. واحة oasis oasis oasis. نهر river river river. جبل mountain mountain mountain. جبل يعني mountain. ندخل على الاكسترا فوكابلوري، كلمات الاضافية عندنا في المنهج ولازم نكون حافظينها كويس يا شباب ونعرف ننطقها. the Nile النيل يعني فنايل. the Nile the Nile. moon القمر moon moon moon. الأطول the longest the longest. الأطول يعني the longest the longest. الأقصر يعني the shortest shortest shortest. the shortest الأقصر يعني the shortest. الأكثر اتساعا أو الأعرض يعني عريض من حيث الحجم العرض كده، هو الأعرض أو الأكثر اتساعا the widest the widest. widest the widest the widest the widest الأكثر اتساعا. إنسان يعني human 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 human. إنسان يعني human. الزواحف الزواحف بتاعتنا اسمها reptiles 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 reptiles. كوكب يعني planet planet. كوكب يعني planet planet. الاختبار لما يكون اختبار قصير صغير نسميه كويز كويز، اسمه كويز. تاني كويز. عاصمة يعني كابيتال 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 كابيتال. العالم يعني the world the world the world the world. السكان يعني population 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 population. الفرع او الغصن اسمه branch 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 branch. سلحفاة turtle turtle. اسمها turtle اسمها turtle. تمساح يعني كروكودايل كروكودايل. موطن او مواطن اسمها هوم. طالب يسألني يقول لي يا مستر محمد
لحظة، هوم يعني منزل. أقول لك أيوة، هوم يعني منزل، وليها معنى تاني معناها موطن، موطن يعني موطنك أو بلدك. أوكي، هوم، هوم، هوم. نقراهم تاني كده حبايب الطلاب من الأول. سيتي، بيلدينج، اكسلنت، بيلدينج، فيلاج، فيلاج، فورست، فورست، ديزرت، ديزرت، اويسيز، اويسيز، ريفر، ريفر، ماونتين، ماونتين، ذا نايل، مون، مون، ذا لونجست، ذا لونجست، ذا شورتست، ذا ايوه the shortest, the widest, the widest, human, human, reptiles, reptiles, planet, 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 quiz, quiz, capital, capital, the world. Excellent. The wallet. Population. Pop. Population. Population. Branch. Branch. Turtle. Crocodile. Croco. Crocodile. Home. Home. Excellent. حبايب الطلاب، ندخل هنا على تصريفات الأفعال. يعني ايه تصريف الافعال يا مستر محمد؟ احنا عندنا حبايب الطلاب الفعل اما بيكون في صيغه المضارع او في صيغه الماضي. الماضي يعني حاجه تمت وانتهت، صح يا شباب؟ اكسلنت. يعني انا بقول انا بلعب كره قدم، اي بلاي فوتبول. طب لو انا عايز اقول انا لعبت كره القدم، ينفع نستخدم بلاي زي ما هي؟ لا طبعا. فهنا انا عندي فيه تصريف للفعل، بنحول الفعل من صيغه المضارع الى الماضي عشان اقدر ان انا اتكلم بمعنى الماضي. تعال نشوف مع بعض بعض الافعال وهي في البريزنت يعني المضارع شكلها ايه، ولما بتتحول الى الباست الماضي بتتحول بيكون شكلها ايه. الحاجات دي احنا بنحفظها حبايب الطلاب. اوكي، ترافل، travel، travel، guess، يخمن، guess، 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 يخمن، guess، live، يعيش، live، live. طيب دي صيغة present مستر محمد. طب لو أنا عايز أقول أنا سافرت يبقى traveled، traveled. احنا هنا ضفنا ايه حبايب الطلاب؟ اي دي للفعل، فقلنا traveled، travel، traveled، guess، يخمن. اقول انا خمنت، guessed، ضفنا اي دي، guessed، guessed، live، lived. هنا ضفنا اي دي بس ليه؟ عشان الفعل اخر ايه. ايه ده يا مستر؟ يعني لو الفعل بتاعي اخره حرف الاي وحبيت احوله الى الماضي احط له دي؟ قلت لك طبعا كل الافعال يا مستر؟ لا، احنا شغالين على افعال اسمها regular verb. الregular verbs دي الفعل المنتظم يا شباب. يعني ايه فعل منتظم يا مستر محمد؟ يعني الفعل ده ليه طريقة منتظمة عشان نحوله من المضارع الى الماضي، ليه اسلوب معين. تمام، الاسلوب ده بيقول لك لو الفعل بتاعك اخره ايه حط له دي يتحول الى الماضي. تمام، غير كده بنحط اي دي الى الافعال. وفي حاله ثالثه لسه هندرسها فيما بعد. اوكي، اما الافعال الريجولار فيربس اللي هي الغير منتظمه زي دي ملهاش قاعده، عشان كده اسمها غير منتظمه، ملهاش طريق منتظم نمشي عليه. تمام، طب دي نعمل لها ايه؟ نحفظها زي ما هي. اوكي، تعالي نشوف مع بعض بعض الافعال الغير منتظمه. نو يعرف، اي نو انا اعرف. طب انا عرفت، نيو ايه ده؟ ده اتغيرت الكلمه.
اه دو يفعل. طب انا فعلت ديد. اه نو نيو نو نيو دو ديد دو ديد. ننطقهم تاني ترافل ترافلد جيس جيست ليف ليفد. regular verbs نو نيو دو ديد. اكسلنت شاطرين حبايب الطلاب. ندخل على تعبيرات وحروف الجر المهمه عندنا لازم نحفظها كويس. مركز الارض عندي معناه the center of the earth the center of the earth the center of the earth the center of the earth. هذا يعادل او هذا يشبه that's like that's like that's like that's like. كرر ورايا that's like that's like. ينتقل الى travel to travel to. يبقى نلاحظ هنا عندنا في حرف جر to بيجي ورا travel معناه ينتقل الى. ها travel to travel to travel to. excellent. يلا نحل دي كده يا شباب. يبص للصورة دي ويكتب لي جملة هنا تحت الفيديو بتاعنا اللي احنا بنشرح عليه دلوقتي. والطالب اللي هيحل لي صح بنزل اسمه في الحصة الجاية ان شاء الله. في الفيديو الجاي بنزل اسمه من اسماء الطلاب الاوائل عندي والشاطرين. نبص على الصورة دي ونكتب تحتها جملة. نبص على الصورة دي ونكتب تحتها جملة. انا لازم افكركم ان احنا شغالين من كتاب المعاصر. فتفتح الكتاب المعاصر بيج نمبر 23 تمام ونحل الكلام اللي قدامنا ده. نبص على الصورة ونكتب تحتها جملة. نفس الكلام هنا نعيد ترتيب الحروف. هو هنا بيضحك علينا كاتب لنا الحروف ملخبطة. دي ايه دي ها واه واه ايوه. طب بالانجليش ايه لو عارفها اكتبها. ده ايه دوا نار نار ايوه زي ما سمعتها كده بالظبط بس اكتبها صح بالانجليش. دي ايه دي ها غابه غابه ايوه زي ما انت سمعتها بالظبط. عايزك تكتب لي معناها تحت بالانجليش. هو كاتب لنا الحروف متلخبطه. شاطرين طلاب الاحباب. Repeat after me, okay? اسمع وكرر ورايا. The Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. يعني نهر النيل ده هو أطول نهر في العالم. The Nile is the longest. Is the longest يعني الأطول. River أطول نهر in the world يعني في العالم. Number two. The Nile. النيل is 6,670 kilometers long. يعني طوله 6,670 كيلومتر. That's like. ده يعادل ايه؟ traveling. السفر. traveling. السفر. traveling. السفر. to the center of the earth. إلى مركز الأرض. traveling. To the center of the earth. Okay. The Nile. النيل has يعني ايه؟ عنده أو لديه two branches فرعين in Egypt في مصر. نهر النيل ليه فرعين في مصر. The Nile has two branches in Egypt. Repeat after me. كرر ورايا. The Nile has two branches in Egypt. The Nile has two branches in Egypt. Excellent. The Nile is home. The Nile is home. إيه ده؟ هو نهر النيل منزل؟ لا، احنا اتفقنا قلنا هوم معناها موطن. For different kinds of fish. لأنواع مختلفة. Different kinds أنواع مختلفة. Different kinds
of fish، أنواع مختلفة من السمك، birds والطيور and turtles والسلاحف. One of واحد من one of the planet's largest the planet's largest the planet's largest reptiles يعني يعيش في واحد من أكبر الزواحف على كوكب الأرض. The Nile crocodile اللي هو مين؟ تمساح النيل. Lives in it بيعيش فيه، في مين؟ في النيل. يبقى The Nile is home، النيل هو موطن. For different kinds لأنواع مختلفة of fish من الأسماك، birds والطيور and turtles والسلاحف. One of the planet's largest reptiles the Nile crocodile lives in it يعيش في واحد من أكبر الزواحف على كوكب الأرض هو تمساح النيل. This river هذا النهر is a Nile هو نهر النيل. الولد ده بيشاور عليه بيقول تاني this river is the Nile this river is the Nile تمام. ندخل مع بعض بقى طلاب الأحباب عشان نشوف الطلبة حبايبنا الحلوين اللي سمعونا النهاردة هل هم فهموا الدرس ولا لا. اوكي الجنرال اكسرسايزز اون ليسن 1 يعني التدريبات عامة على الدرس الأول. يلا نحل مع بعض وانا عايز كل طالب انا هقرا السؤال وهو يحل. اوكي the Nile has النيل له نقط branches in Egypt ليه كم فرع in Egypt في مصر؟ ها 3 ولا 2 ولا 4؟ ها عايز كل طالب يركز كده ويقول إجابة. ها 2 ايه 2 branches 2 branches excellent ايوه انت اللي بتقولها صح، انت اللي بتقولها 2 branches excellent ليه فرعين. The Nile is home for different kinds النيل هو موطن لأنواع مختلفة of fish للسمك birds الطيور and cats horses turtles الإجابة الصحيحة هي turtles مين اللي بيقولها بصوت واطي دوا؟ ها turtles شاطر turtles excellent طلاب الأحباب. Number 3 We can not throw the Nile by boots. Throw يعني عبرة. The Nile النيل by boots بالقوارب. We can احنا نستطيع ايه؟ Walk نمشي. Travel نسافر. Make نصنع. ها؟ الإجابة الصحيحة ايه؟ Travel. مين اللي بيقولها بصوت واطي ده؟ أنا سامعه. شاطر excellent travel احنا نقدر نسافر من خلال النهر بالقوارب. There are many people يعني there are many people يعني يوجد عدد كتير من الناس نقط near the Nile يعني بالقرب من النهر النيل. اوكي near the Nile يوجد عدد كتير من الناس بيعملوا ايه؟ giving feeding living ها living مين اللي بيقول دوا؟ living شاطر living يوجد عدد كتير من الناس بتعيش بالقرب من النهر. Number 5 the Nile not lives in the Nile The Nile mean? The Nile fox ولا the Nile giraffe
ولا ذا نايل كروكودايل بيعيش في النيل؟ ها كروكودايل كروكودايل كروكودايل، مين اللي بيقولها دوه؟ شاطر، كروكودايل تمساح النيل هو اللي بيعيش في النيل. يلا ندخل على read and complete the text with words from the box. نقرا القطعة دي ونكمل مكان النقط من الكلمات اللي هو عطاها لي فوق. هنا بيقول لي farmers farmers المزارعين، farmers grow grow بيزرعوا، grow 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 crops بيزرعوا المحاصيل، crops farmers grow crops الفلاحين او المزارعين بيزرعوا المحاصيل near the river بالقرب من ايه؟ من النهر. The Nile النيل is the نقط river in the world. اول ما نلاقي عندنا يا شباب the وهنستخدم صفة يبقى لازم الصفة دي يكون متضاف لها est e s t. طب هل النيل نبص كده مين هنا فيها e s t؟ عندي فيه ها longest و shortest. هل النيل هو اقصر نهر في العالم؟ شاطر، لا excellent the longest the longest. يبقى the Nile is the longest river in the world يعني هو اطول نهر في العالم. it's 6,670 كيلومترز long طوله 6,670 كيلومتر. That's like ده يعادل traveling traveling to السفر إلى the center of مركز the نقط مركز إيه؟ ها؟ Earth Earth مين اللي بيقولها دوا؟ شاطر number two earth the center of the earth يعني مركز الارض. it's very not for people that lives it's very it's very هي ايه بالنسبة لحياة الناس؟ important important يعني مهمة. it's very important it's very important it's very important يعني ده مهم جدا لحياة الناس اللي هو مين؟ The Nile. Excellent. يبقى it's very important for people that lives. We must keep the river Nile clean. We احنا must لازم must keep نحافظ على مين؟ The river Nile نهر النيل نحافظ عليه ايه؟ clean clean يعني نظيف. Excellent. read and match هنقرا ونوصل. number one the Nile is the ناخد واحدة من دول مين الطالب اللي عارف؟ ها longest river longest river excellent مين اللي قالها ده؟ هو شاطر longest river يبقى دي number one. the Nile has النيل له ها two branches branches in Egypt له فرعين شاطر number two two branches in Egypt. can you guess هل أنت تستطيع how long نقط كم طول نقط؟ طب ده إيه ده؟ أول ما نلاقي كان بدأنا بها الجملة يبقى ده سؤال يبقى احنا عايزين آخر السؤال بيكون فيه question mark علامة استفهام. مين في دولة فيها علامة استفهام؟ The Nile crocodile is The Nile crocodile is excellent شاطر حبيبي. Can you guess how long the Nile crocodile is تقدر تخمن كم طول تمساح النيل؟ طالب اللي يعرف طول تمساح النيل يكتبوه لي في كومنت عندي تحت الفيديو وانا اعمل له المرة الجاية مفاجأة لي ان شاء الله. number four the Nile is home النيل هو موطن موطن لإيه؟ ها؟ For different kinds of fish birds and turtles إيه؟ مين اللي بيقول ده؟
for different kinds of fish, birds, and turtles. Excellent! Number four, the Nile is home for different kinds of fish, birds, and turtles. One of the planet's largest, واحد من أكبر الزواحف على كوكب الأرض. Reptiles is مين هو ده؟ The Nile Crocodile. مين؟ The Nile Crocodile. مين أنت؟ The Nile Crocodile. Excellent! The Nile Crocodile, تمساح النيل، هو من أكبر الزواحف على كوكب الأرض. ندخل هنا على reorder the words to make correct sentences. هنعيد ترتيب الكلمات دي يا شباب عشان نكون جملة صحيحة. هنا بيقول لك ابدأ بكلمة the Nile. نبدأ بكلمة ايه؟ the Nile. هنكتب كده نقول the Nile. طب انا يا مستر محمد بتلخبط في تركيب الجمل دي ودايما بغلط فيها، اقول لك ركز معايا، الموضوع بسيط. اول حاجة انت بدأت الجملة بتتكون من ايه؟ فاعل وفعل ومفعول به ونكمل الجملة عادي. طب هنا هو بيقول لك the Nile، النيل، فين الفعل هنا في الجملة دي؟ شاطر، is، يبقى the Nile is. طيب النيل هو ايه؟ عايزين نقول اطول نهر. excellent، the longest river. excellent، the longest river، يبقى النيل هو اطول نهر. ندخل number two، هنا بيقول لك ابدأ بكلمة people، الناس، عايزين نحط بعدها فعل، ها؟ live، شاطرين، الناس بتعيش، عايزين ايه؟ بتعيش ايه؟ the Nile، الناس بتعيش النيل، لا، بالقرب من، excellent، احنا حافظينها، near، بالقرب من مين؟ the Nile، شاطرين، يبقى الناس بتعيش بالقرب من ايه؟ من النيل. number three، هنا بيقول لك ابدأ بكلمة زير. زير دايما يا شباب اما بيجي وراها is او are على طول وانا مغمض، فبص هنا فين هنا؟ excellent، في هنا are، فنقول there are، ها زير ايه؟ ها احنا لسه واخدينها. excellent، different، يعني يوجد kinds of fish، يوجد انواع مختلفة من ايه؟ من السمك. دايما في حاجات اركز معاها، there، ركزوا معايا كده، there بيجي وراها اما is او are، طب الجملة دي فيها مين؟ فيها are، تمام. طيب ايه تاني يا مستر محمد؟ kinds of، kinds of دايما لازقة في بعضها، kinds of، kinds of، kinds of، يبقى اول ما الاقي kinds احط بعديها مين؟ of. يبقى احنا ابتدينا ب there are، طب انا عندي kinds of وفي fish، يبقى انواع مختلفة من ايه؟ من السمك، يبقى نقول kinds of fish. اتبقت مين؟ different. different دي صفة معناها مختلف، نحطها قبل مين؟ kinds، يبقى نقول يوجد أنواع مختلفة من السمك، there are different kinds of fish. دي كانت آخر حاجة عندنا في lesson 1 حبايب الطلاب، طلاب الصف الرابع الابتدائي، أبطال السنة دي. أنا بعتبركم إنه أنتوا أبطال السنة دي، أوكي؟ الطالب اللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لي كومنت حلو كده تحت الفيديو يشكرنا عليه عشان نكمل مع بعض، وينشره مع أصدقائه عشان الكل يسمع الفيديو، ونكمل معاكم باقي الدروس إن شاء الله مع بعض. وكمان هنعمل لكم حاجة جميلة في الصيف إن شاء الله للطلبة اللي هتستمر معانا، هتبقى في مفاجأة كبيرة ليكم في الصيف إن شاء الله. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا طلاب الأحباب، وما تنسوش تعملوا لنا اللايك الحلو بتاعكم والشير والسبسكرايب الفيديو بتاعنا والقناة بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر محمد فوزي من قناة محمد فوزي للعلوم والتكنولوجيا. جود باي.